كلاش رابر يوسف بوسحاق فنان أبدع من قصص معاناته مع الحريق ويرد على مشكلته مع أحمد الصبيري بسبب طوطو. Is this drama? Yes it is bro. Bro بوسحاق كيعاني الدراري. Can you believe it? You make reactions, you're depressed. It's not a good life. When you have to listen to shitty Moroccan rap music every fucking day and you have to fake your reactions. I mean دراري, I'm friends with Scott. I know. ضيفنا هو يوتيوبر مغربي اختار انه يرياكت على الروابا. معنا ومعكم يوسف بوسحاق في برنامج كلاش. مرحبا بكم. ساك يوسف بوسحاق, مرحبا بك معنا في برنامج الكلاش. مرحبا بي عندكم, شكرا بزاف على الاستضافه. مرحبا, اول مره في قناه تيلي ماروك؟ اول مره في قناه تيلي ماروك. فرجتي ديجا في شي برنامج؟ وي تنتفرج في برامج ولكن تنتفرجها في يوتيوب. هذاك الشيء اللي تلاحظ يوتيوب تنتفرج فيه. اتعاود لينا على اول. That's such a fucking lie, man. No, you don't. Nobody does. مرة جاتك فكرة أنك تحل قناة في يوتيوب, فوقاش وكيفاش؟ أول مرة جاتني الفكرة جاتني في 2017. كنت مريح مع الخوادري, الأخ ديالي أمين تيصورت, هو كان ديجا سابقني في يوتيوب تيدير هذاك الشيء ديال الفلوغات. Did I listen to this? This is interesting. ترى بغيت نبدا يوتيوب. هي علاش ما ديرش واحد البلارة تيديروه مراكنة بزاف اللي هي رياكشن, فهمت؟ يعني تراك تتشدو تترياكتي عليه. رياكشن اوكي, في حدود رياكشن ماشي شي حاجه اخرى. عندك شحال كانت الخلصه ديالك الاولى من يوتيوب؟ كنت نقول 1000 درهم. كرينج كويشنز. شنو بالنسبه لك اكفس كلاش في العالم ديال الراب في المغرب؟ كاينين بزاف. شي ساكس ات ذس, ام سوري. فهمتي البلان؟ شكون هما؟ Everything sucks about this. I mean the show سميتو كلاش. ولا اللي ما تيمزكونيش هذوك الكلاشات. ما تخيلوا معايا هذا البومر اللي كرايا هذا الشو. ما كديش رياكشن على شي تراك ما عجبكش؟ لا. Oh my god, she's coming up with the questions. It's much more. She also ما كتعرفوش and hates them and probably just like trying to get that bag. Go queen. You know what I'm saying? هاد كلمة الحاس اللي إتيكات عندك ما طلعش لك في راسك يوسف؟ بالعكس والله الا فهمتي هذيك هي بالعكس. فاش الناس كيقولوا لي انت الحاس كان هذا شرف, شرف شرف كبير ديالي انني نكون الحاس. شكرا. قلت لك تندير رياكشن في اطار رياكشن. ولكن ايجابي هذا الرياكشن عندك؟ تكون ايجابيه. راه قلت لك لي رياكسيون اللي ما تعجبونيش ولا التراكات اللي ما تعجبونيش ما تلوحش الرياكشن. I mean, that's kind of cringe, don't you think, chat? Like, imagine the needle drop, yeah? Imagine Fantano, kidir reviews غير لي زالبوم اللي كيعجبوه. What's that about? Everything is good? كي سمعت التراك عاد كيدير ريكسيون. Bro, hold on, what is she wearing? It's like a tracksuit, but it's Gucci, like feathers. It's distracting. التراك اللي ما تيعجبنيش تلوح واخا هكاك. What the fuck? عاد دابا قلتي لنا ما كتلوحش اللي ما كت داك الشيء, وعلاش بوسحاق قررت ان التراك اللي ما عجبنيش انولي؟ دوك انت وليتي بيزنس بالعربيه تاع الراب. ايوا قولها لهم شحال لهم. وهذه ما بغاوش يفهموا اختي, ما بغاوش يفهموا. شنو ندير لهم انا؟ نبقى نجري نجري نجري. في الاول كنتي كتشرح لهم بان في الاول راك انت باغي العاقه, كنتي باغي العاقه لان في الاول ما كنتيش كتنتظر انك توصل لهذا الشيء يا يوسف, فهمتي؟ باش بغيت نقول لك انت درتيها كهوايه. واه مساوسيه هذا الدراري مو بلانش باغات تجر ليه لسانو. ضربت بشي 5 سترايكات ولكن الحمد لله تحيدهم, فهمتي؟ بقاو لك دابا جوج, بقاو لك واحد. بقاو لي جوج دابا, لا تضربت غير بواحد مشات للشين. بقات لك وحده. بقات وحده سترايك. I mean, تذك شي ديال سترايكس, man, that's fucked up. That's some fucked up shit. Like, what are you doing? Are you this insecure about your work? You can't let a guy just talk shit. Come on, bro. شوف الشين اللي داير, قال لهم خداها ب $1 million. This? واش هادي ماشي كتابه في التيشيرت ديالو؟ شكون الرابور اللي يرفض انه زعما يحيد؟ ما تعرفهمش هما اصلا. ولكن عرفتي يعني كدا. Yes you do dude. What do you mean ما كتعرفش شكون ضربك بالسترايك؟ Yes you do. كتخرج ليك تما هاد السيد هاد الليبل راه هو ضربك على هاد السونغ ديال فلان 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 فرتلان. Bro stop lying man. You gotta stop lying bro. الفردة كان سترايك الثاني الفردة. اها ياك دابا المشكله اللانك والفرده مشاو للسترايك ديالهم تحيدو. اوكي فهمتي دابا راه بقاو جوج. وكيفاش عرفتي بان الفرده هو اللي دار؟ لا حشت تجيك راه تتعرف من عند من جاي. او ماي فاكين جاد يو جست فاكين سيد يو دونت نو. I'm
كي اصلا دابا روابا كاملين وليت نعرفهم فهمتي صحابك الزهراء جاو لك فلاكس برا الناس اللي تيتفرجوا فيا وعارفين بوسحق كيفاش دايروا عارف راه تيدخل رياكشن فور اي جوي صرا ما تيتسنانيش حيت دابا حنا ولينا فور وات تيدخل رياكشن فور اي جوي صرا فور اي جوي ا جوي جوي غنقول لك واحد التناقض دابا فهمتي درت ريسيرش كاين واحد التصريح كتقول دراغانو في الاول دراغانو ميوزيكال او الدراري شداتهم من واحد البلاصه خطيره كيعجبني حتى شي رابر مغربي شي الدراري شي لوك هاو ساد از ذات شي ديد ريسيرش اون بوسحاق ايماجين ذيس از يور جوب مان اي ام سو سوري That is fucked up. You should get a raise. You had to do research على بوسحاق and then you had to interview him and to come up with questions on the spot, man. Sajid drag. Let's have some Sajids. Come on, chat. Let's support her. تخسر الهضره انا كنشوف خدمتي عليها. هذه هي الحاجه اللي نادم عليها ديال بصر دور بال بابوغا. دابا المشكل دابا عندك خانات ناس كيتبعوك شباب. لا انا يفش. اوه يا الشباب ما كيخسروش الهضره وانت يا بوسحاق انت غادي تانفلونسيهم باش يبداو يخسروا الهضره ولا لا؟ ايا انت البروش علاش كتخسر الهضره؟ لحقاش شفت بوسحاق كيقول لك تابع كتابه ولحقاش كيخسر حتى هو الهضره. كيعجبني بوسحاق شوف علاش شوف عنده. شنو الراي ديالك على اللي كيخسر خرجوا كيشربوا شراب وكيبينوا ولا كيكميو بوسحاق بوسحاق اوكي let's be neutral right okay let's I hope my goose has a khiba حشيش وكيبينوها في ستوريات ديالهم شو الراي لك شي مؤثر ما خصكش دير هادشي نورمال فهمتي غير هو شي حاجه اللي تبارطاجيها مع واحد لي كاتيجوري ديال الناس فهمتي اللي كيكمي اللي ما كيكميش اللي كيشرب اللي خدام اللي ما خدامش الدري باقي صغير فهمتي نورمالمون ما خصوش يدا ندمتي على شي chat here's my take on this هاد الارغيومون ديال يا الى انت انفلونسر وعندك ا فولوينغ يو شودنت بي دوين داك الشيء ان بابليك وداك الشيء اتس كاين اوف ترو بس ذن اجين اتس ريلي نوت لحقاش هاد الارغيومون كي اسومي بلي الناس مكلخين ما كيعرفوا والو صافي هما شافوا طوطو كيتكيف باش طوطو كيتكيف قلت انا غادي نتكيف باش نولي بحال طوطو bruh that is so stupid to assume people are stupid you're stupid if you assume people are stupid شنو طرا بالضبط وليت تنشوف بعيد ابار رياكشن فهمتي حيت الحمد لله خدام على برامج ديالي ديال بصح دونك كتدخل بروفيسيونيل شويه فوالا يعني تيوليو الوالدين غادي يشوفوك فهمتي غير مؤخرا ملي دز في ليميسيون يعني دخلت بزاف ديال الدور المغربيه دونك مرا مسكينه كبيره غادي تشوف الدري هذا كذا تدخل تشيك اليوتيوب right, sure. More kibira. Let's go. Is when that lulid that the bat shayra ka. ما كرهتش نشوف هذا المحتوى ديالو باين عنده شي محتوى ناضي اوه كيدير رياكسيون على الراب اوه اي وندر واش دار شي رياكسيون على ماي فيفرت رابر بوسحاق يور كيلين مي مان درا جيف هيم ا تشانس جيف هيم ا تشانس راه شو راه شاري سلسله ب 1 مليون دولار خويا بوسحاق كنشوف لي انك تهضر بالديامون يعني راه شوف شوف كحس شي شويه لهادشي عطيني شي شويه لهادشي تبارك الله داك الشيء عندك رائع كيبري هادشي اللي كيعني انه الويب المغربي يوتيوب المغربي راه فيه العاقه بزاف فيه فلوس بزاف ديال بصح لدرجه انه يوتيوبر مغربي كرياتور دو كونتوني انت هو ضارب الديامون شحال وصله شي مليون دولار Did you hear that boys D'accord, d'accord. Où qui fait ce que tu as Ah, of course, chat. Ouais, on a drôle, bichrin, drôle, of course. D'abord, je vois ça. On a خسر من مليون دولار. Laisse-nous là. Mais خسرناش نخسر مور على other accessories. Bah, ça, c'est pas. Voilà. Tu vois. It's like, dude. What is this style? It's like in the الهبطه ديال الاولد وومن. What are you doing man? Dude probably that مسكينه ده اي حاجه كيتق بها يقول هذا شو chat. This is what I've been شوف. This is the kind of guy للانفلونسرز should be afraid of. لحقاش هذا الا شاف طوطو كيتكيف غادي يتكيف. دوزا كيت دغيا دغيا كيتيق يقول انا معك مليون دولار. مليون دولار او ماي جاد. تحس بها وزن. كل شيء تتعجبه كل شيء تتعجبه مازال غادي تشي واحدة أخرى؟ نزيد واحدة أخرى نضرب فيها الكتابة أوكي راه تتخدم راه مازال تتخدم حشية تتاخد ما بين 9 شهور عام
ديال الخدمه بالروجي راه الصد بحال الكاس ديال الشامبيونز ليغ ام كولاب في نص مليون ديال لي زابوني غادي يضرب معاهم هي برو كوم اون هيز جوكين ياك تشات هيز جوكين ذا اذر جاي نوز ولا ذا اذر جاي از ا فاكين ايديت برو ليتس دو ا سمبل سيرش اوكي ليتس سيرش فور ذا موست اكسبنسيف رابر جولري very good very good very well well chat what can you see over here 10 most expensive rapper chains in 2021 oh please do tell a big ass chain T-Pain 410,000 Rick Ross عنده ديال مليون ونص now I wonder Rick Ross net worth $45 million that's what Rick Ross has right and oh I wonder how many listeners does Mr. Rick Ross have on fucking Spotify he has it 13 million monthly fucking listeners وبالرجوله بحالو بحال بوسحاق بجوج بهم كيدخلوا الطواليت في الصباح